السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا في قناة أصالة تي في، وفيديو جديد معنا النهاردة عن أنواع بنادول أقراص المختلفة وإيه اللي بيميز كل نوع عن التاني وأهم الفروق فيما بين هذه الأنواع، أنواع بنادول أقراص المختلفة. تابعوا معنا الفيديو عشان نتعرف على كل نوع من أنواع بنادول أقراص وأهم ما يميز كل نوع عن التاني. اول حاجه معانا في البنادول اقراص هو البنادول اقراص العادي او لونه ازرق، ده بيحتوي على باراسيتامول فقط 500 ميلي جرام، وبيستخدم كخافض للحراره ومسكن للالم فقط، خافض للحراره ومسكن للالم. ده البنادول الازرق لونه ازرق، بيتكون او بيحتوي على مركب واحد بس وهو الباراسيتامول، والباراسيتامول ده بيتميز ان هو خافض الحرارة ومسكن للألم. النوع الثاني معانا النهاردة هو البنادول الأحمر أو البنادول إكسترا، لون العلبة بتاعته أحمر، ده بيتميز إن هو بيحتوي على الباراسيتامول ومضاف إليه كافيين، باراسيتامول مع كافيين، بيستخدم طبعا للألام، ألام الصداع بشكل عام، والكافيين الموجود فيه بيسرع من أداء الباراسيتامول، وبالتالي بيدي نتيجة أسرع من البنادول العادي، بالاضافه لان الكافيين كمان منشط خفيف. طبعا عند تناول البنادول الاحمر او البنادول اكسترا يجب طبعا الابتعاد عن اي حاجه تحتوي على كافيين زي الشاي والقهوه والكولا والشوكولاته. بالنسبه للست الحامل طبعا يفضل البنادول الازرق وليس الاحمر، البنادول العادي وليس الاكسترا، ده بالنسبه للنوع الثاني من البنادول وهو البنادول الاحمر او بنادول اكسترا. النوع الثالث معانا وهو البنادول اكتي فاست اللي هو لونه فضي، بنادول اكتي فاست. اهم ما يميز بنادول اكتي فاست ان هو بيحتوي على البنادول ال 500 ملي جرام مع صوديوم 173 ملي جرام، مفعوله طبعا سريع، دي ميزه برضو بتميزه ان هو اكتي فاست بيشتغل بسرعه. يفضل طبعا الابتعاد عن الملح والحاجات اللي فيها الاكل اللي فيه ملح، وطبعا لا ينصح به لمرضى الضغط، اي مريض ضغط طبعا ينصح ان هو لا يستخدم البنادول الاكتيفاست، وانما يستخدم البنادول العادي لو هيستخدم البنادول، يستخدم البنادول العادي لانه ما بيحتويش على الملح، بيحتوي على باراسيتامول فقط. ده البنادول الاكتيفاست اللي هو لونه فضي. النوع الرابع معانا وهو البنادول كولد اند فلو، وده اللي هو فيه جزء كبير كده منه اخضر او ما يعرف بالبنادول الاخضر، بنادول كولد اند فلو، ده عباره عن باراسيتامول 500 ملي جرام مع مضاد الاحتقان للاحتقان فينايل افرين، ومضاف ليهم كلورفينرامين مليت كانتي هيستامينيك كمضاد الهيستامين، باراسيتامول مع فينايل افرين مع انتي هيستامينيك اللي هو الكلورفينرامين مليت. طبعا بيستخدم البنادول كولد اند فلو بيستخدم في نزلات البرد، ويسبب النعاس نتيجة وجود طبعا الانتي هيستامينك اللي فيه اللي بتدروخ شوية او بتسبب النعاس. لا ينصح به لمرضى الضغط لانه طبعا قد يؤدي الى ارتفاع الضغط، لا ينصح به للست الحامل او الست اللي بترضع. وبالتالي البنادول كولد اند فلو لو شخص عادي ما عندوش ضغط، ما عندوش مش واحدة حامل او بترضع تستخدمه عادي، لكن لو ست حامل او ست بترضع او مريض ضغط ينصح ان هو لا يستخدم هذا البنادول الاخضر اللي هو بنادول كولد اند فلو، بنادول كولد اند فلو. النوع اللي بعد كده اللي هو البنادول كولد اند فلو اللي هو الدي او الداي، لونه فيه برتقالي كده او اصفر، سوري، البنادول كولد اند فلو الاصفر ده عباره عن بنادول مع مضاد الاحتقان مع فيتامين سي، ده لا يسبب النعاس، وبالتالي ممكن ان احنا نستعمله بالنهار في اوقات العمل عادي، مفيش اي مشاكل، لعلاج حالات نزلات البرد. بنادول عبارة عن باراسيتامول مع مضاد الاحتقان مع فيتامين سي، ويستخدم لنزلات البرد وقت العمل او بالنهار عادي، مفيش مشاكل ان هو لا يسبب النعاس، ولكن لا ينصح به للمرأة الحامل او الست اللي بترضع، ولا ينصح به ايضا لمريض الضغط، ويفضل عدم استخدامه لمرضى الكلى. الست الحامل، الست اللي بترضع، مريض الضغط، لو مريض عنده مشاكل في الكلى، الاربع حالات دول لا يستخدم معهم بنادول كولد اند فلو الداي او الاصفر،
تمام. ده بالنسبة للبنادول كولد اند فلو الداي او الداي اللي هو الاصفر. بعد كده البنادول الكولد اند فلو اول ان وان او الكل في واحد اللي هو البرتقالي، ده عبارة عن بنادول عادي او بيحتوي على باراسيتامول مع مضاد الاحتقان مع مذيب للبلغم، ولا يسبب النعاس، لكن لا ينصح به لمرضى الضغط ولا الحوامل او الستات اللي بترضع. يعني لو واحدة حامل او واحدة بترضع او مريض عنده مشاكل في الضغط لا يستخدم هذا النوع اللي هو بنادول كولد اند فلو الكل في واحد اول ان وان اللي هو لونه برتقالي، لا يستخدمه مرضى الضغط، الست الحامل او الست اللي بترضع. تمام. ده بالنسبة للبنادول كولد اند فلو اول ان وان او الكل في واحد اللي لونه بيتميز باللون البرتقالي. بعد كده البنادول جوينت اللي هو بتاع المفاصل او معروف للمفاصل، يعني هو عبارة عن بنادول ازرق عادي بس تركيزه اعلى شوية، يعني هو باراسيتامول بس 665 مللي جرام، فهو مقارب للبنادول الازرق او البنادول العادي، ولكن تركيز الباراسيتامول فيه اعلى من العادي. ده البنادول جوينت بتاع المفاصل او بنادول جوينت. النوع اللي بعد كده وهو بنادول ساينوس او اللي هو الجيوب الانفيه، يعني يحتوي على بنادول عادي او باراسيتامول عادي، ماده باراسيتامول بالاضافه الى حاجه مضاده للاحتقان، وهو يساعد في علاج الجيوب الانفيه، ولكن طبعا ليس علاج نهائي، يعني يستخدم كعلاج مساعد مع حاجات تانية في علاج الجيوب الانفيه. ده البنادول ساينس او البنادول اللي هو لعلاج الجيوب الانفيه، بيبقى فيه جزء ابيض وفيه جزء ازرق زي ما موضح في الصوره. بنادول ساينس للجيوب الانفيه يحتوي على البنادول او ماده الباراسيتامول مضاف ليها حاجه مضاده للاحتقان، ويساعد في علاج الجيوب الانفيه. بكده احنا اتكلمنا على كل انواع البنادول واهم المميزات او بتاع كل نوع، واهم ما يميز كل نوع عن التاني، وبعض التحذيرات من كل نوع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش فيه لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت نشر الفيديو عشان يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس، والناس كلها تستفاد منه بمشيئه الرحمن. وربنا يا رب يسعد دايما اوقاتكم، ونشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.